ما كاينش واحد ريجيم معين اللي كنقدروا نعطيوه للناس كاملين باش انهم كلهم يقدروا يزولوا الدهون المتمركزه على مستوى البطن. لذلك فاحنا كاخصائيين في الحميه والتغذيه كننصحوا بما يسمى بالحميات العلاجيه المشخصه، يعني كل واحد كيبقى حاله خاصه على حسب الحاله الصحيه ديالو، على حسب التمركز ديال الدهون واش كاين فقط على مستوى البطن ولا على مستويات اخرى في الذات ديالو، كذلك شنو هو المشكل او المشاكل اللي خلاو انها الدهون هذه تتمركز عند هذا الشخص هذا. يعني كاين هناك عوامل كثيره اللي كتؤدي للظهور ديال والتمركز ديال هاد الدهون، وكل واحد كيبقى حاله خاصه باش اننا نعالجوه خاص ضروري ناخذوا الحاله كحاله مشخصه بوحديتها على حده. لكن كاين هناك بزاف ديال الحميات العلاجيه اللي كنقدروا نطبقوهم مع الناس، منهم حميات علاجيه مثلا متوازنه اللي كتعاون الناس انهم يحاولوا انهم يكون عندهم واحد نمط العيش سليم، منه تغذيه متوازنه، انهم يوليو يشربوا مزيان، يتحركوا حركه ملائمه بالنسبه للسن ديالهم والامكانيات اللي عندهم متاحه كل نهار باش انهم يتحركوا. يعني كيبقى عندنا واحد مجموعه ديال الاشياء اللي كنتحكموا بها مع كل شخص باش نقدروا اننا نعاونوه يزول هاد الدهون المتمركزه. كذلك من غير الحميات المتوازنه كاين هناك انواع اخرى من الحميات اللي كتكون نوعا ما حميات يعني ما كنجيوش وكنطبقوها، خاص ولا بد من تحاليل ولا بد من واحد كما كنقول واحد لو سويفي، يعني تتبع مشخص للشخص باش نقدروا اننا نتفاداو اي مشاكل صحيه فيما بعد. مثلا لو ريجيم سيتوجين، مثلا الحميات اللي زايدين فيهم البروتينات، وكذلك حميات وحدين اخرين اللي كنطبقوهم على الاشخاص ولكن بحذر تام وبتتبع مشخص لكل واحد على حسب الحاله ديالو.